صباح الخير عليكم من فاكهة لايف ستايل، ومعانا النهارده تمرينة منزلية. الناس اللي مش بتقدر تروح الجيم تقدر تتمرنها بسيطة. هقدم كام حركة نقدر نتمرنهم بكل سهولة في البيت. شغل فول بادي، جسم كامل. تابع معايا الفقرة. هنبدأ طبعا بالورم اب، تسخين خفيف خالص. ببدأ حركة خفيفة عشان ارفع درجة حرارة الجسم، وبعدين ابدأ ادخل في التمارين بعد كده. تابع معايا التمرين. انا بعمل تسخين لمده بالظبط 10 دقائق. حاسس ان انا خلاص بدأ نبض القلب بتاعي يعلى، درجه حراره الجسم بدات تعلى. في الوقت ده ببدا التمارين بتاعتي. اول تمرين معايا وهيكون عباره عن ستيب. طبعا ستيب بسيط ممكن نعديه على نفس الشيء لو موجود. مش موجود في اي حاجه في البيت تشبه الستيب، نبدا نشتغل عليها. يلا بينا. واحد، اثنين، في بوش اب. يلا. واحد، اتنين، في بوش اب. بالظبط هحسب لنفسي 15 بوش اب. طبعا الستيب الحاجتين الاولانيين شغالين على الرجل الجزء السفلي، ومعايا البوش اب بيشتغل على عضلات الجزء العلوي زي الصدر، شولدرز، الدراع. كده التمرين التاني معايا وهيكون لانجز سكوات، وهنعد السكوات بس. هيكون معايا سكوات 15 تكرار. يلا بينا نشوف شكل التمرين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. طبعا ده شغال معايا على الجزء السفلي. التمرين التالت معايا وهيكون بوش اب شولدرز بريس وان هاند. هنعد بس البوش اب 20 تكرار. تابع معايا شكل التمرين. رابع حركة معايا وهتكون لعضلات البطن، وهنتمرن بالنسبة للناس المبتدئين 15 تكرار، بالنسبة للناس المتقدمين 30 تكرار. تابع معايا شكل التمرين. خامس تمرين معايا وهيكون بوش اب مع تبديل الرجل للبطن السفلي. تابع معايا شكل التمرين. احنا هنلعب بوش اب، هنعد بس للبوش اب 20 تكرار. بالنسبه لاسم المبتدئين ممكن تبدا ب 10، ممكن تبدا ب 12، انما الليمت بتاعي 20 ان شاء الله. تابع معايا التمرين. وصلنا دلوقتي للتمرين السادس معايا وهو باستخدام الدمبلز. طبعا الدمبلز ده فيه من كيلو ل 10 كيلو متوفرين في المحلات الرياضيه. بنصح فيهم اي حد بيهتم بالتمارين المنزليه يشتريهم، سعرهم مناسب وطبعا صغيرين نقدر نلعب باي شيء حتى لو بكيلو واحد. تعلم شكل التمرين. احنا دلوقتي هنشغل عضله الدراع بايسبس مع عضله الكتف شولدر بريس. تابع معايا التمرين. طبعا هنعد 15 تكرار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهكذا لين أوصل ل 15 تكرار. وبكده انتهينا من تمريناتنا النهارده. كان معايا 6 حركات. طبعا الست حركات دول انا اتمرنتهم ورا بعض
بدون راحه، بعدين باخد في الاخر 60 ثانيه راحه بالظبط، وبكرر ثاني 6 تمارين لمده 3 مرات. وبكده انتهيت من تمارين النهارده، وتابعوني ان شاء الله في فقرات قادمه، وهقدم لكم برده حلقات عن التمارين المنزليه، انتظرونا ان شاء الله.